طيب شاهدت عيان الأحداث مدرسة كانت موجودة هناك، أستاذة رشا عزت. أستاذة رشا، أيوة أنا مع حضرتك. حضرتك يا أستاذ معتز، أهلا وسهلا بك. عامل إيه؟ الحمد لله. والله حاجة تحزن. طبعا طبعا يا ست، أنا هقول لك حاجة شفتها بس، يعني عارف أنا من سعيدة حاسة إن ضغطي عالي، قلبي واقف، حاجة غلط متركبة فيا حاليا. الولد الشاب الجندي ما يزيدش عمره عن 28 سنة. يا حبيبي كان بيدافع عن الدبابة، نزل منها وهي بتتولع، خدوه كده اهو، خدوه وخدوه ونزلوا فيه ضرب بالصلبان، يعني اتهرى الواد، اتهرى يا حبيبي. وبعد وهم في طريقهم في اتنين بقى، في منهم اسيف خدوا في حضنه كده، حلو، واحنا شفنا خدوا في حضنه وقعد يحوش الناس عليه، ومعاه اتنين تلاته مسلمين برضه الله اعلم، يعني قعدوا يحوشوا عليه، وفي الاخر يعني راحوا مسلمينه لاصحابه بقى اللي هم الجيش، وراحوا رموه وهم في الطريق كده عشان يودوه يرموه، هاتك يا ضرب، والواد وقع يعني مات، شاب زي الورد. ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ كل ده بسبب الاعلام يا استاذ معتز، الاعلام اللي هو زودها. يعني انا هقول لك على حاجه، المضيفه سبب المشكله دي كلها، كانت اساسا مضيفه اللي ما حدش يعرفه من المسيحيين والمسلمين، ان اللي قامت بانها اللي قالت ان هي تتهد وانها ما ينفعش تتبني كنيسه، كانت في المجلس المحلي في مدينه ادفو مسيحيه اسمها ميري، ماشي، وهي اللي قالت وادت القرار بازالتها. طيب يا استاذ كدا؟ يا استاذه رشا، حتى الازاله انا معاكي تماما، ولكن يعني هخش، يعني واحده مسيحيه يا استاذ معتز، مش عايزين في الاخر واحده مصريه، ماشي. ولكن السؤال، مين اللي ينفذ يا استاذه رشا قرار الازاله؟ مين اللي ينفذه؟ المفروض المجلس المحلي. انما مش مواطنين زي وزيك؟ لا طبعا. طيب هي كده الحكايه، القانون، تفعيل دوله القانون قبل ما يكون الاعلام. طيب يا استاذه رشا، صح كده، المفروض طب ما هم في تباطؤ بقى، ما هو الغلط يبقى الله ينور عليكي، هكذا هو الحوار المثمر، ان احنا الغلط مشترك، وبعدين الحل وضرب دي نتيجه صح؟ دي نتيجة للغلط؟ لا طبعا. استاذ مايكل منير اللي كان بيكلم حضرتك ده، أيوة. لو تنزل على النت تشوف المواقع في ويكليكس ينزل عليه وهو كاتب بنفسه ايه، انا ملحد، انا كافر، انا بعبد اللي فوق. دور على مايكل منير، انا بعبد اللي فوق. يعني ملهوش ديانة، انت بتعبره ليه يا استاذ معتز؟ بتكلمه ليه؟ منزله ليه؟ ده هو اللي مولعها. ده هو يطلع يسافر ياخد الكلمتين الحلوين ويولع الدنيا هناك ويجي يكمل مع حضرتك. طيب ليه بتنزله؟ اذا كان مايكل منير بهذا الشكل، خلينا نسيبك من الشخص. انا ما بجيبش حاجه من دماغي. لا مش قصدي، بس اسمعي السؤال لاخره. ايوه معلش. مين اللي المفروض يضرب بايد من حديد على كل مخطئ ايا كان اسمه بقى، مايكل ولا محمد؟ مين؟ طب وجهي سؤالك للمسؤولين على الامر، مش انا. شفت المنظر ده، عملت حاجه حلوه. وبعدين انا لو عملت يا استاذه رشا، النجده قلت لهم انتوا فين؟ انتوا هتعملوا زي ما عملتوا 25 تاني؟ هتعملوها تاني؟ انتوا فين؟ قال لي والله ده احنا عمالين بنضرب، والله العظيم رد عليا امين شرطه بيعيط، قال لي كده، قال لي احنا بنضرب. في ايه تاني؟ ده انا اول ما لقيت المنظر اتصلت. انا عايز اقول لك ان انا اقفل عينيا كمعتز مثلا، اذا كان انا ليا اي وجود، واعمل نفسي مش شايف مايكل او غيره او علي. بتتكلم على مايكل الاب في لوباتير اللي انت استضفته، هو عشان تبقى عارف هو في لوباتير ومتياب، حلو كده، هم اللي دعوا ده، عارف مسمينه ايه؟ مسمين يدعون لمسيره تسمى بالغضب النبيل، هم اللي عاملين كده، اللي انت استضفته وايه، ها، في لوباتير ومتياب، انت استضفته في لوباتير. ولو انت تفتكر يا استاذ معتز، انا كلمتك ساعه ما استضفته وكنت خلصت، فاكر لما قلت لك ارجوك انا عايز اكلمك؟ ايوه افتكرت، حد في الاعداد اداني وبقيت اتحايل عليهم وعيط لهم، فاكر؟ ايوه فاكر، صح كده؟ انا رشا، انا اللي كلمتك. اهلا وسهلا. نفسي تدخلني، لان هم يعني ايه، هم بيكلموا، للاسف انت كمذيع هتبقى محايد، وده الطبيعي بتاعك. لا انا انت طول الوقت عمرك لقيتيني محايد بحق ربنا، احنا من الاول قلنا ان احنا مش محايدين يا رشا، وبدانا البرنامج ده على مبدا ان احنا مش محايدين، وعندنا اجنده وعندنا راي. ابو يحيى راح فين؟ ما انا انت لو سمعاني من الاول، قلت اذا كنتوا قبضتوا على بعض الناس وقلت عليهم محرضين، فيبقى الكلام، نفسي كل الاعلام يبقى زيك كده، انما الكل بيطبطب الفريق لفريق، ومش عايزين نقول ايه ويتعمل لفريق عشان يجو كل شويه. لا. احنا بنطاطي راسنا المصري يا رشا، بعد ربنا ما فيش بس يعني. انا دلوقتي واحده مسلمه قاعده في بيتي، ولا اي حاجه، وشاف المنظر ده، لو انا يعني هعمل ايه؟ طبيعي هعمل ايه؟ هتبقي مستاءة ومتضايقه ومخنوقه وحاسه بالغبن. عفت الايمان، متخيل ان بتوع شرطه دول هيروحوا؟ انت متخيلها؟ ده النهارده لازم يخلصوا الليله دي كده بسرعه باي طريقه، عشان دول يعرفوا يروحوا بيتهم. يعني انا مثلا جوزي، انا مسيحيه وجوزي نازل يعمل كده، هيرجع لي؟ رد انت بقى. لو رجع لي هو نفس المنطقه هتعمل ايه؟ ما هو مين اللي ولعها كده؟ ولعت بسبب مين؟
ايه اللي سبب الولي يا حبيبي؟ الجندي اللي مضروب واحد تاني جندي مصاب بيقول ده احنا حارسينهم من الساعه 10 الصبح لغايه قبل العصر وكانوا بيدينا ميه وبناخد منهم ميه المساحين وبنشرب ميه. دي مترتبه مره واحده خراطيش طلعت كده لوحدها. انت طيب انت عشان برضو كلمه الحق انا مش هختلف مع حضرتك في حاجه. برضو في موضوع مهم جدا يا استاذه رشا. الامر لله اللي هو ان في احداث لحد دلوقتي لم يتم الفصل فيها. يعني اكلمك على احداث ايه اللي حصلت في الكشح ها، وبعدين في نجع حمادي، واحداث كتيره لحد النهارده ما حدش اتحاسب فيها. تتخيلي ده؟ يبقى احنا نتفق ان القبضه الرخوه للدوله زمان ده كان النظام القديم يا استاذ. ما احنا وارثين المصايب. فاكر الكشح اللي انت فاكر كان بسبب ايه؟ فاكر بسبب ايه الكشح؟ بسبب حبه لوباتير جه وكلمك فيها. بسبب واحده بتشتري قماش جه الراجل راح شتمها، واحده مسلمه بتشتري من واحد مسيحي شتمها ضربها بالقلم على وشها. طلع القسيس ضرب بالنار. هي دي بدايه الكشح. يبقى ما تلومش على الجيش. الكيس بقى كان المفروض ياخد المسيحي اللي طلع القسيس ده، بس يا عيني ما خدش عشان ما تحصلش فتنه، فقعد يطاطي 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 لما اللي احنا فيه دلوقتي حصل. اذا كان في قضايا ممكن تؤجل يا استاذه رشا في هذه البلد، فبالتاكيد العلاقه بين عنصري هذه الامه مش من القضايا التي تؤجل. ما ينفعش ان احنا نستنى على هذه القضيه. ده نتيجه التاجيل يا استاذ معتز. ده نتيجه التاجيل. استاذه رشا عايزه بشكرك شكرا جزيلا.